أعود إلى ضيفتي في الاستوديو الأستاذة هند عبد الغفار، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب. يعني بحديثنا عن المبادرات المختلفة التي تسعى الدولة لفعلها لمزيد من التواصل فيما بين مصريين بالخارج وللداخل، يعني هناك 8 من أعضاء البرلمان من المصريين بالخارج، كيف ترى تأثير ذلك على، مش عايزة أقول سير العملية الانتخابية، عايزة أقول مزيد من المشاركة ومزيد من التصويت؟ فكرة أن يكون عندنا ممثلين في البرلمان موجودين خارج مصر، ده دليل قوي أن مصر لم تنسى أبنائها في الخارج، ودايما ليهم جانب من المشاركة وليهم تمثيل داخل الوطن. ده يمكن أثر في الخارج على عملية التصويت بفكرة الحشود، وأن احنا يكون عندنا برلمانيين موجودين في الخارج بيساعدوا على التوعية وتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة. ده انعكس تماما على الصفوف اللي شفناها أمام اللجان، وايضا مشكلتهم. يعني يمكن قبل كده لما ما كانش في اماكن لهم في البرلمان لم يكن احد يعلم بمشكلتهم. بالفعل هو الاول كان يمكن الجاليات المصريه بس اللي كانت تعلم مشكلات المصريين بالخارج، ولكن لما يكون عندنا تمثيل للبرلمان وموجودين خارج الوطن، دول بيكون ليهم برضو دور في فكره التواصل مع المصريين بالخارج. طيب انتوا كتنسيقية شباب الأحزاب، يمكن كثير من الناس ما يعرفوش الدور اللي انتوا بتقوموا بيه فيما قبل مثلا أي عملية انتخابية. هل لكم دور توعوي في الشارع أم لا؟ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي بدأت بالفعل بالجانب التوعوي من قبل الانتخابات أو قبل الإعلان بحملة دعائية على السوشيال ميديا وفي الشوارع بفكرة نعم للمشاركة. احنا بنبدأ نقول ان احنا لازم يكون عندنا مشاركة سياسية حقيقية، ويكون عندنا دور ان احنا ننزل الشباب تنزل تشارك يقول اللي هو عايزه، ولكن احنا ننزل بس يشارك. بدأنا بالفعل بالحملة دي، وحتى الآن اوريدي هي شغالة في جميع المحافظات، وبالإضافة لده بنعمل ورش وصالونات خاصة بالحياة السياسية والمشاركة السياسية، ومن خلالها بنبدأ نحدد يعني فكرة العزوف أسبابها إيه والمشكلات اللي متواجدة في عزوف الشباب والمرأة والفئات المختلفة عن الحياة السياسية، وبالتالي بنحط حلول ومبادرات لفكرة تعزيز المشاركة السياسية مرة أخرى. لما بتقفي على مشكلات العزوف، ازاي بتقدروا ان انتوا تحلوها؟ ازاي بتحاولوا تقنعوهم؟ بتقنعوهم ازاي؟ بايه؟ اساس المشكله ده اللي بيحدد لنا الحلول، يعني احنا بنشوف اساس المشكله فين. فكره عزوف معنى ان انا مش بشارك، معناها ان انا ما عنديش وعي. وعي بقى بالدور اللي انا بعمله، وعي بحقي، وعي بالواجب الوطني، وعي بفكره اصلا الاستحقاق الانتخابي ده عباره عن ايه. دي اسباب كثيره جدا كفيله تخلي ان في عزوف. في اسباب كثيره اخرى ممكن تخلي ان ما فيش جانب تسهيل في المشاركه السياسيه الحقيقيه او السياسيه في العمليه الانتخابيه، فبالتالي بنبدا نحط بدائل. لو عندنا مشكله في الوعي، لا بنحط مبادرات خاصه بتوعيه الشباب وتوعيه الفئات المختلفه بعمليه الانتخابات او بالعمليه السياسيه في مستوى الاستحقاقات الانتخابيه اللي بتتم. طب يعني من خلال يعني تواصلك مع الشباب المراه، احيانا كنا بنقف عند مشكله بسيطه جدا، ان مثلا في ناس لم تستخرج الرقم القومي. هل ليكوا دور في مزيد من استخراج الرقم القومي لفئات مختلفه؟ هي دي يعتبر حاجة خارج عن الجانب اللي احنا بنقوم بيه في جانب التوعية. احنا دورنا بيقتصر فكرة التوعية بالمشاركة نفسها وحقوقها وأهميتها ودور كل مواطن. طب إلى أي مدى بتري التحديات التي حولنا في المنطقة، سواء كان على المستوى الإقليمي أو العالمي، والتحديات أيضا الداخلية، مدى تأثيرها في هذه الانتخابات؟ التحديات اللي متواجده في المنطقه اوريدي بتاثر بشكل كبير على مصر من الداخل، في القلق ان احنا يكون عندنا مواطنين عندهم قلق باللي بيتم في المنطقه المحيطه، ولكن تاثيرها على العمليه الانتخابيه لم تؤثر على العمليه الانتخابيه، لان العمليه بتقوم بانتظام شديد وبتقوم بشكل قوي جدا، وبنوصل من خلاله رساله قويه جدا ان احنا في ظل اي تحدي بيمر بالخارج علينا او اي ضغط بيتم من الخارج، ولكن احنا مهتمين باستكمال العمليه الانتخابيه الخاصه بينا. طب يعني من الملحوظ ان في بعض الدول كانت حققت طفرة في عملية التصويت، البعض منها دول عربية وأخرى يعني غربية، بترجعي ده لإيه؟ بالجانب الخاص بالكثافة، احنا كان عندنا يعتبر في أولى الدول العربية اللي كنت متواجدة فيها كثافة شديدة جدا أمام اللجان، كانت في المقدمة يعتبر دولة الكويت، ومن ثم السعودية والإمارات وقطر
وغيره من الدول العربية. بالجانب الأوروبي احنا كان عندنا مشاركة في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وهكذا. بترجع المشاركة الزيادة في الدول دي ان احنا عندنا يعتبر عمالة قوية جدا او كبيرة جدا في الدول العربية، بالإضافة ان احنا عندنا شباب كتير جدا مشارك او جاليات موجودة خارج الوطن في الدول الأوروبية لأسباب الدراسة وغيره. فده اللي خلى في عملية من الكثافة سواء في الدول العربية اللي احنا ذكرناها او الدول الأوروبية.